اهلا وسهلا حبيباتي، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، ومرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم ما جيتش بيدي خاوين، اليوم جبت لكم واحد الهميزه، جبت لكم فرصه العمر البنات، فرصه العمر الى عرفتوا كيفاش تستغلوها. انا عارفه كتوضعوا الثقه فيا، وعارفه ما عمرني ما خدلتكم شي حاجه، وعارفه ديما حتى نتوما كتحمروا لي وجهي. هاد النخبه اللي عندي في هاد القناه هذه تبارك الله كلهم ناس مزيانين، ناس طيبين، ناس واعيين، وناس مثقفين. داكشي علاش تستاهلوا هاد الفرصه هذه اللي جبت لكم. هاد الفرصه البنات فرصه عمل، فرصه عمل اللي ما كاينش اللي غادي يجيبها لكم حتى لعندكم. واحد الفرصه اللي عرفتوا كيفاش تستغلوها وكيفاش تخدموا عليها، ان شاء الله غادي تكونوا من الناجحات. هاد الهضره هذه موجهه للسيدات بالخصوص، وخاصه اللي في اوروبا او لا المانيا بالخصوص. يعني هاد العرض هذا ديال هاد العمل او هاد فرصه عمل فقط للسيدات او للبنات اللي عايشين في اوروبا. شنو البنات هاد الفرصه هذه اللي غنقترحها عليكم؟ واحد الفرصه عمل ديال واحد الشركه عالميه، غيكون المقر ديالها في باري او لا في باريس يعني بفرنسا، فيها بزاف ديال يعني الناس اللي غيكونوا مشاركين فيها منها مغاربه. هاد العمل البنات غادي يكون من البيت ديالك، ما غادي تحتاجي لا تمشي تخرجي لبرا تكرفسي في الترونسبور ولا العذاب ديال سير واجي الخدمه، ما غادي تخلي وليداتك بوحديتهم هما صغار، ما غادي تخسري حتى شي حاجه، فقط من البيت ديالك غادي تخدمي، وغادي يكون عندك واحد المدخول شهري، مدخول معقول، ماشي مدخول اللي بسيط ولا شي حاجه، مدخول معقول البنات، غادي ان شاء الله يحل كاع المشاكل ديالكم، وتحققوا به الاحلام ديالكم، وغادي تساعدوا به الازواج ديالكم كذلك. لان علاش لا ما نتعاونوش مع الازواج ديالنا مع وليداتنا باش هكذا نحقوا الاحلام ديالنا. كل سيده فينا كتبغي تخدم، كتبغي تشتغل، كتبغي يكون عندها واحد المدخل شهري اللي تقضي به الحاجيات ديالها، تشري داكشي اللي خاصها، تشري داكشي اللي كتحتاجو، تعاون مع الاسره ديالها، تعاون العائلات ديالها اللي كاينين مثلا في المغرب. ولكن كي كنقولوا الغالب الله، بزاف البنات كيبغيو يخدموا، السيدات اللي كيبغيو يخدموا، ولكن الصعوبه العمل في اوروبا خاصه المانيا، لان السيده خاصها تكون اولا عندها اللغه، تكون لغه كتقن اللغه الالمانيه، خصها الا بغات هادشي كنهضر الا بغات واحد الوظيفه وواحد العمل اللي يكون محترم، خصها كذلك يكون عندها واحد الاوسبيلدونك يعني واحد التكوين، ما يمكنش تمشي تطلبي شي خدمه وانت ما عندك حتى شي شهاده، لان الشهادات اللي كان يكونوا عندنا ما كيكونوش معترف بهم هنا، خص هنا تعاودوا ديروا اوسبيلدونك. الاوسبيلدونك البنات كياخذ واحد المده طويله باش ديروه. دونك هذا العمل هذا اللي كنقترح عليكم ما غادي يكون حتى بشي شهاده، ما غادي يكون عندك حتى شي مشكل في شي لغه، ما غادي يكون عندك حتى مشكل في التكوين اللي غادي يكون لازم باش تمشي العمل ديالك. دونك غادي ان شاء الله غادي نخلي لكم الاسم ديال السيده اللي غتكلف بكم. السيده اللي سميتها هاجر، واحد الانسانه طيبه الله يعمرها سلعه، ظريفه بزاف، كتسمع للناس، وغادي تصغى لكم، وغادي تصغى للاستفسارات ديالكم والتساؤلات ديالكم، هي اللي غادي تكون الكوتشينغ ديالكم انتمايا ان شاء الله الا تسجلتوا معها، غادي تساعدكم في اي حاجه. هاد الشركه البنات غادي يكون غادي يكون عندها منتجات اللي هي عالميه، غادي تعرفوهم ان شاء الله مع هاد السيده هذه اللي غادي تكلف بكم. هاد الشركه هذه يعني كتبدا معكم ايطاب باغ ايطاب، يعني من الدرجه الاولى حتى لاخر درجه، ماشي بحال الشركات الاخرى اللي يلا فقط كتسجلوا معهم كيخليكم كيقول لكم عوموا في بحركم. هادو غادي يبداو معكم اجتماعات مع المدراء، يعني كيكونوا اجتماعات يوميه، غادي يعرفوكم طريقه العمل، غادي تكون الكوتش ديالكم ان شاء الله مرافقكم يعني طيله المسيره ديالكم حتى توقفوا على رجلكم وتعرفوا نوعيه العمل وكيفاش تخدموا وكيفاش تدخلوا المدخول ديالكم. هذا المدخول البنات غادي يكون مدخل مغري، ولكن فقط انتم خصكم شويه تشجعوا وتكونوا موتيفي وتكونوا كي كنقولوا نشيطات، تكونوا نشيطات كي كنقولوا عريو على درعكم، عريو على درعكم ونوضوا تخدموا، تخدموا خدمه اللي هي الشريفه حلالا طيبا فقط من البيوت ديالكم بدون عناء بدون ثمره. وان شاء الله كنتمنى لكم التوفيق كاملين. غنخليكم اي تفسير واي تعليق خليتوه في التساؤل ديال على هاد الشركه هذه وعلى هاد الخدمه هذه، غادي نخلي لكم الرابط ديال السيده اللي غادي تكلف بكم ان شاء الله، واي تساؤل واي استفسار غادي تهضروا معها في الواتساب ديالها او لا في المعلومات اللي غنخليكم متعلقه بها، اللي هي غادي تجاوبكم على كل التفسيرات ولا كل الاستفسارات ديالكم عفوا. وان شاء الله كنتمنى التوفيق للبنات كاملين، مسيره موفقه، نوضوا خدموا على راسكم وتعاونوا مع الازواج ديالكم وتعاونوا مع الاسر ديالكم وحققوا الاحلام ديالكم، الحلم ديالك غيتحقق
ان شاء الله الا بغيتي انت وكانت عندك الاراده والعزيمه وتحيدي عليك العجز وكل شيء غادي يجي حتى لبين يديك. المهم البنات كنتمنى يعني تفكروا في هذا العرض هذا اللي عرضت عليكم، ان شاء الله اكيد غادي يكون فاتحه خير عليكم وعلى وليداتكم ان شاء الله، وهذه غتكون بدايه خير بحول الله. صافي هذا هو العرض البنات اللي جبته لكم، وانا لو كنت يعني شاكه في شي حاجه مشي حويجات من هكا ما غاديش نعرضه عليكم، لان فعلا فرصه من ذهب. صافي البنات هادشي اللي كاين، وغادي ندوزو دابا نشارك معكم المشتريات اللي درتها اخر مره في الاونلاين يعني بالشيلونغ اونلاين ديال هائم. غادي نشوف اول حاجه اللي هي هاد الساشي، هادي كوموند وحده ولكن جاوني مفرطين. غادي نحلو نشوفو شنو عندنا. من صراحه ميزه هادو البنات اللي بغيت نشاركهم معاكم، هادي ديال الغوتور باش الا ما جاتكمش، هادي جو بونس واحد لاغوب كومونديتها، هادي شهر وانا كنحطها في كوب، انا كنحطها وكنبغي نزيد عليها شي حاجه وكنلقاها تهزت عاود كنولي نحطها عاود. المهم ما قبضتها بواحد الكشايف البنات الكشايف. شوفوا واحد لاغوب اللي جات غزاله، شوفوا الثوب ديالها البنات ما عرفتش شنو هذا الثوب، هذا بحال الخيط بحال السراول اللي كنلبسوا، هذا هو التويب ديالها، جاي الكول ديالها بحال هذا الشكل هذا كولغون هكذا، كويل ديالها مجموع، وعندها سنيسله اللور اللي ما كتبان. شوفوا البنات السنسله ديالها ما كتبانش، هانتوما كيف ما كتشوفوا هي هذه السنيسله، حيت كتجي كوم سور ميزور هذه الكسيوه، هذه هي السنيسله وما كتبانش فاش كتسدوها، ما كتبانش كان غير الخياطه فقط. دونك جايه هكذا ماشي طويله بزاف، جايه نشوف قداش تجيني، كتجيني المهم تحت الركيبات تحت الركابي، وجاي هاد لا ديكوب هادي جاي هنا بحال دايرين لها دي بانس هنايا ودي بلي. ها انتم شفتوا البنات حدا الكريشه جايبين هنا هاد لي بانس هادو مزيره شويه ودايرين هاد لي بلي بحال هكذا، وعندها الحزين هادو البنات يتلبسوا مع 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 ليغينز، يتلبسوا مع لي بوتلي طالعين حتى للركابي، يعني ما غتبان لكمش نهائيا ان الكسوه قصيره، وتلبسوا فوقها واحد لو مونطو اللي غادي تجيكم لبسه تري شيك البنات، غزاله 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 البنات، وتويب ديالها سخيخن يعني هاد الوقيته هادي، وتلبسوها حتى في الربيع وهكذا كتجي من التحت. دونك هادي الحويجه الاولى اللي وصلت، غادي نقطع هادي نحلو كنشوف شنو فيها، جات على هاد الشكل هذا. هادشي ديال الغوتور، غادي نبداو بهذا هذا شو ديال الوليدات ديال زعما ديال وليدات ماشي البنات يعني ديال الوليدات كيف مكتبون ديالها، هانتوما غادي نوريكم كيفاش دايره. صراحه زوينه، كان واحد الاوفر اللي هو زوين، دابا نحاول نخلي لكم لي بري ديال كل حاجه. المهم البنات هي هانتوما كيف كتشوفوا كتجي سخيخنه، كتجي سخيخنه من هنايا، سهله لوليداتكم باش يلبسوها، هانتوما كيف ما كتشوفوا ساهله باش يلبسوها، ما فيها لا سيور لا والو، وسخيخنه من الداخل، سخيخنه 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 غزاله البنات هذه صراحه، وديال بلاي ستيشن يعني الوليدات هادشي اللي كيبغيو دابا. وصراحه الثوب ديالها زوين، هذه واخا طاح عليها الشتا ما تفزق ما حتى شي حاجه، وسخيخنه يعني تصلح حتى للثلج. شوفوا البنات كيفاش دايره، زوينه بزاف، الثمن ديالها ما عقلتش واش 10 ولا 15 اورو، المهم تقريبا نص الثمن. دابا نحاول نخليكم لي بري ديال كل ارتيكل. كذلك هذا الكبوت هذا ولا بحال الكارديغو هذا صراحه زوين سخيخن، غادي نحلوه لكم باش تشوفوه كي داير سخيخن. شوفوا البنات شحال غزال، واحد التويب ديالو البنات شحال سخيخن شحال سخيخن، دير بحال لوغانزا ولا سخيخن وزوين وخفيف خفيف وهو سخون في نفس الوقت. جاي هكذا لو كول ديالو مع هاد الصديفات، هادو البنات كيتلبسوا مع الكسيوات كيتلبسوا مع دي شوميز وسريولات، المهم بزاف 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 زعما ديال الطرق باش تلبسوهم، صراحه زوين. والتويب ديالو كيف ما كتشوفوا البنات شوفوا شحال سخيخن، شوف غزال 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 ومصوف وخفيف
خفيف كانكم ما لابسينش. هذا كان واحد يمكن واحد 10 اورو على ما اظن، على ما نشوف الاثمنه ونخليها لكم. كذلك كومونديت هاد الجاكيطه، هادي الجاكيطه ديال دابا نخليكم حتى لي فوتو البنات هنا في واحد الجنيب هنا ولا هنا، نخلي لكم لي فوتو ديال هادشي هذا. المهم هادي جاكيطه خديت منها جوج، كتاخذوا بحال دابا تقدر تاخذوا حتى دو طاي وتقيسوا الحاجه اللي جاتكم كتخليوها، الحاجه اللي ما جاتكمش كتردوها. نحل معكم هاد الجاكيطه تشوفوها، ها انتم البنات شوفوا جويكطه كي دايره، غزاله 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 ديال الوليدات. شوفوا كي دايره، شوفوا فيها هنا الفوق البيض وهنايا الكحل، حتى هي ديال بلاي ستيشن، والوليدات كيحماقوا على هادشي ديال البلاي ستيشن. شوفوا البنات صراحه زوينه بزاف، عندها سنيسله وعندها داك التكتاكات هنايا باش كتسد، وعندها هنايا الكابيتشو اللي حتى هو كيتحيد الا بغيتو تحيدوه، كابيتشو كيتحيد البنات. وصراحه سخيخنه سخيخنه سخيخنه، عندها جويبات. المهم لي ديطاي ديالها فنين البنات، لي ديطاي ديالها غزالين. اخر ارتيكل البنات هو الكود كور اللي كنت باغيه نكوموندي منه جوج الحبيجات، يعني جوج الالوان، هادو كيصلاحوا البنات هانتوما غادي تشوفوا. هانتوما البنات هذا هو لو كود كور ديال هذا لا كوموند هادي. هذا الفورور ماشي الفري فورور، ولكن صراحه غزال الكاليتي ديالو، كتحمق البنات. هذا انا عندي بحاله، راكم عارفينه شحال مره لبستو، عندي طويل شي شويه، هذا كيجي شويه قصير هكذا، كيصلح للخروج، كيصلح للعرادات، كيصلح تكونوا هكذا مثلا في البرد عندكم شي سهره ولا عندكم شي عراده وتلبسوا التكشيطه ديالكم ولا شي حاجه ديال البلدي كيتلبس من فوقو. كنت باغيه نكوموندي جوج الالوان، هذا الكحل هذا والبيج، ولكن للاسف البيج حطيته في الكورد منين بغيت نكمل لا كوموند، صافي مشالي، صافي كيطير وما لقيتش من بعد. المهم انا كنشوف مره كنقلب، الا لقيتو غادي نولي ناخذو. صراحه كيجي غزال في اللبسه، وكتشوفوا البنات جاي هكا ما طويش بزاف، وعنده جويبات في الجناب، وهنا جاي البنات عنده واحد الطراقيه بحال هذا الشكل هذا، اما تخليوه محلول اما كتسدوه، واحد الطراقيه هنايا كيف ما كتشوف. صافي البنات هذه هي المشتريات اللي درتها ولهاد لا كوموند تاليه ديال ها ام، كنتمنى تعجبكم شي حاجه و الى كومونديتها تلقاوها، وكنقول لكم عطوني الراي ديالكم شنو احسن حاجه عجبتكم في هاد لا كوموند هادي، وغادي نحاول نخليكم الاثمنه. نقول لكم الى فيديو اخر موضوع جديد فكره جديده، وتبقاو على خير.